ومثله حديث معاذ: كيف أصبحت يا معاذ؟ فقال: أصبحت بالله عز وجل مؤمنا، ما أصبحت صباحا قط يا رسول الله إلا ظننت أني لأمسي، ولا أمسيت قط إلا ظننت أني لأصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية. فقال في نهاية الحديث: عرفت فالزم، أيضا فيه من الضعف ما فيه.